النزوح هو أصعب تجربة ممكن يمر فيها الإنسان بسبب تردي المستوى المعيشي والأثار النفسية السلبية اللي بتركها النزوح عند النازح. والشي يلي بيخلي هالتجربة أصعب وأصعب هو إنه يكون النازح بيعاني أصلاً من مرض مزمن. حكينا بالحلقتين الماضيات ورح نحكي بهالحلقة عن أكثر الأمراض المزمنة شيوعاً، لأنه وعي الإنسان بمرضه وتعلمه لطرق التعايش معه والوقاية من آثاره بظل هالظروف الصعبة بيقل قلل من تأثير الاضطراب المعيشي على المرض المزمن. وبهالحلقة رح نحكي عن واحد من أبرز الأمراض الرئوية المزمنة ويلي هي الربو. الأمراض الرئوية المزمنة هي مجموعة من الأمراض اللي بتصيب نسيج الرئتين والطرق الهوائية وبتؤدي لخلل بنيوي ووظيفي متزايد، وبالتالي بتتسبب بمجموعة من الأعراض أكثر شيوعاً ضيق التنفس والسعال. أما أكثر الأمراض المزمنة شيوعاً هو الربو. بيتميز الربو بحدوث تشنج قصبي بالقصبات المتوسطة والصغيرة عند الأشخاص المؤهبين، يعني اللي عندهم أرضية تحسسية، لكن هذا التضيق أو التشنج قابل للعلاج. شو هي عوامل الخطورة لمرض الربو؟ الربو التحسسي هو من أكثر أنواع الربو شيوعاً، وبيتميز بوجود تاريخ وراثي بالعائلة لأمراض تحسسية معروفة مثل التهاب الأنف التحسسي أو الأكزيما الجلدية، التهاب الملتحمة التحسسي أو الرمد الربيعي. لكن غياب الاستعداد الوراثي بالعائلة ما بيمنع الإصابة بالربو. ممكن يكون المريض هو الشخص الأول والوحيد المصاب بالمرض. طيب شو هي العوامل المحرضة لحدوث نوبات الربو؟ التعرض للأغبرة، يعني مثل الغبار المنزلي الموجود في الأسرة والسجاد أو غبار الطلع. التعرض لمواد مخرشة مثل دخنة السجاير والأرجيلة، تلوث الهواء، وبر بعض الحيوانات الأليفة، وأخيراً الروائح الصادرة عن بعض المواد الكيماوية. طيب شو هي أعراض الربو؟ بيتميز الربو بوجود هجمات حادة بيتخللها حالات هدوء ما بيعاني فيها المريض. أعراضه هي ضيق التنفس، أزيز بالصدر فينا نسمعه أحياناً، سعال جاف أو منتج لقشع مخاطي سميك خاصة بعد نص الليل وبساعات الصباح الباكر، صعوبة الكلام وزرقة في الحالات الشديدة ويمكن تحدث الوفاة. بحسب منظمة الصحة العالمية يقدر عدد حالات الربو عالمياً ب 235 مليون معظمهم من الأطفال، وبعام 2015 فقط تم توثيق 383 ألف حالة وفاة ناجمة عن الربو. وإلى جانب الربو في عنا الداء الرئوي الانسدادي المزمن، وهو مرض شائع جداً. بتقدر منظمة الصحة العالمية عدد حالات المصابين بهذا المرض لعام 2016 ب 251 مليون معظمهم من البالغين، وبعام 2015 كان في أكثر من 3 مليون حالة وفاة ناجمة عن الداء الرئوي الانسدادي المزمن. البخاخ هو أهم دواء للربو وحجر الأساس بالعلاج، لأنه بخاخات الربو آمنة ورخيصة وفعالة وسهلة الاستعمال وشبه معدومة الآثار الجانبية يلي بتسببها الأدوية الفموية أو الحقن. وكونوا متأكدين إنه استعمال البخاخات ما بيسبب الإدمان أبداً. بعض الناس بيتخوفوا من استعمال البخاخات وبتشكل هالحالة هاجس نفسي واجتماعي عند المريض وأهله، ولا سيما عند الفتيات، وهذا خطأ كبير. إذا عملنا مقارنة بين فوائد البخاخ وجهاز الرزاز، فالاثنين بيتمتعوا بنفس القدر من الفعالية، إلا أنه البخاخ بيتميز أنه أسهل استعمالاً، ما بيحتاج كهرباء مثل أجهزة الرزاز، أسرع بالتحضير والاستخدام، يعني بخا خلال 15 ثانية بتكافئ فعالية جلسة رزاز ب 15 دقيقة. رخيص وسهل الحمل بأوقات النزوح. كيف بنستخدم البخاخ للأمراض الرئوية المزمنة؟ بتشكل البخاخات أهم الخيارات الدوائية بالربو ومرض الرئة الانسدادي المزمن، لكن كثير من المرضى ما بيستخدموها بالطريقة الصحيحة، لهيك يا ريت نسمع هي النصائح ونلتزم فيها. أول شيء مننزع غطى البخاخ ومنهزه بشكل جيد. مناخد زفير لأقصى درجة ممكنة. خلي رأسك منتصب
وارفع دقنك شوي لتسهيل عملية مرور الرزاز للصدر. منحط فوهة البخاخ بين الأسنان ومنسكر شفايفنا عليها بشكل كتير منيح لنمنع تسرب الدواء. وقت نضغط على البخاخ لازم نسحب نفسنا بعمق وببطء بعد خروج الدواء من البخاخ للحجرة لتسهيل مروره للرئتين. منحبس نفسنا حوالي 10 ثواني لنتأكد أنه المادة الدوائية الفعالة وصلت للرئتين وما علقت بالأغشية المخاطية الموجودة بالتم. منتنفس ببطء وعمق وهدوء بعد استخدام البخاخ، ومنكرر هاي العملية إذا كان في حاجة لاستعمال البخاخ أكثر من مرة واحدة، وبعدها منرجع الغطاء لنحافظ على نظافة البخاخ. بالحالات الحادة بياخد المريض 4-8 بخات كل 20 دقيقة، وإذا ما كان في تحسن واستمرت الأعراض خلال ساعة بيتم نقل المريض لأقرب مركز صحي. وبحال استخدام البخاخ اللي بيحتوي على مسحوق لازم نستنشق بقوة أكبر حتى يوصل الدواء للمجاري التنفسية بشكل منيح. وبكل الأحوال لازم نلتزم بنصائح الطبيب المختص حول ونوع شكل البخاخ المناسب لكل مريض، ونلتزم كمان بالتعليمات المرفقة أو المكتوبة على علبة البخاخ لنتجنب الأخطاء. عند الأطفال اللي أقل من 6 سنين نستخدم المفساح، هو عبارة عن زجاجة بلاستيكية بحجم 500 ميلي لضمان وصول المادة الفعالة بشكل صحيح. حالياً التوجه نحو استعمال المفساح للكبار لأنه بتضمن استخدام أسهل، خاصة عند المتقدمين بالعمر أو بحال ضيق التنفس المستمر يلي بيصعب عملية الشهيق العميق، إضافة لأنه بتأمن وصول الدواء للطرق الهوائية بتركيز أعلى من الاستخدام المباشر عبر الفم. كيف منستخدم المفساح إذا كان بيتكون من قطعتين؟ مننزع غطى البخاخ ومنهزه بشكل جيد ومنركبه على فتحة المفساح ومنعمل زفير لأقصى درجة ممكنة، ومنرجع منتبع الخطوات اللي قلناها قبل شوي بخصوص البخاخ. بموجات الغبار أو العواصف الرعدية ونزول الأمطار في كتير نصائح، فيقال إذا انتشر الغبار خليك بالدار وأجل المشوار وما تطلع إلا إذا كنت مضطر، وإذا اضطريت للطلعة بيوم غابر حط كمامة أو منديل مبلل بالماء على أنفك وتمك وتنفس من الأنف مو من التم لندفي الهواء قبل وصوله للرئتين. وبوقت المطر لازم نحافظ قد ما بنقدر أنه نبقى دافين وجافين، ولازم نحمل البخاخ الإسعافي دائما معنا ونستخدمه مباشرة إذا حسينا بصعوبة بالتنفس أو ضيق بالصدر أو سعال أو أزيز أثناء التنفس. وضروري كتير نذكر النازحين اللي بيعانوا من الربو المحاولة قدر الإمكان للابتعاد عن الغبرة والأتربة أو غبار الطلع، وإذا كان ساكن بمخيم معظم هي المخيمات عشوائية ومفتوحة لازم يكون باب الخيمة عكس اتجاه الغبرة قدر الإمكان، والابتعاد عن المواد المهيجة عند مرضى الربو، إيقاف التدخين، أخذ اللقاحات الموسمية مثل لقاح الإنفلونزا سنوياً ولقاح المكورات الرئوية كل 5 سنين، وعدم قطع العلاج من دون ما نرجع للطبيب المختص. ولهون منكون وصلنا لختام حلقتنا. ضلوا بخير وبشوفكن الأسبوع الجاي.